في تشخيص الصرع. هل في نوع من انواع الصرع تشخيصه يعني محير او الناس يعني تحتار فيه؟ لان انا عارفه يعني في برضو حاله اعرفها، هي طفله بيغمى عليها حلو، وعملوا مثلا اشعه المخ سليمه، اشعه مخ اللي هي 6 ساعات سليمه، يعني عملوا اللي هي رفرفه القلب اللي هي 6 ساعات برضو سليمه، ولكن بيغمى عليها وبتقعد فتره عشان تفوق. فهل في صرع ما ينفعش تشخيصه يعني محير؟ هو في نوعين من الصرع، صرع نفسي وصرع عضوي. الصرع النفسي ده اللي هو الهستيريكال، يعني ايه؟ يعني واحد بيدعي مثلا انه جات له نوبه صرع، المفروض الطبيب المتخصص بيكتشف ان دي مش صرع. يعني مثلا ما يجي مريض الصرع الحقيقي بنفتح عينيه بيستجيب، المرض الصرع النفسي لا ما بيقدرش، يعني بيمنع ان احنا نفتح عينيه. مريض الصرع النفسي لما بيجي يقع بيتسند، بيسند نفسه، اوكي، غير مريض الصرع العضوي. ففي علامات كتيره جدا بيعرفها الطبيب المتخصص انه يفرق بين المرض الصرع النفسي او يعني كانه بيدعي انه عنده صرع، يعني هيستيريكال، او العضوي. او العضوي حتى لو كان الانسان ده او الشخص ده بيدوخ وفعلا يعني الاهل بيفوقوه بصوره صعبه، يعني بالضغط او بال يعني الطريقه بتكون صعبه، يعني مش تمثيل، ما هي مش يعني كل في نفسي مش طبعًا. مش بمزاجي، يعني هي في حاله صراعيه نفسيه، يعني ممكن يبقى هو فعلا مريض صرع عضوي، ولكن في بعض نوبات الصرع اللي بتجيله بتبقى يعني هو بيدعيها مش حقيقيه. حلو، اللي بيكشفها هو الطبيب يعني. طيب التشخيص حضرتك بتقول طبعا بيكون بالاسئله عن تاريخه بالظبط، او كمان تاريخه الوراثه في العائله، يعني بنسال في كل حاجه، الهيستوري، صح كده؟ التاريخ المرضي انا في رايي اهم وسيله للتشخيص، عشان كده يجب ان احنا نستمع للمريض. ايه بقى مع الهيستوري؟ يعني اشعات ايه؟ بنطلب هل في طبعا تحاليل ولا طبعا في اشعات رنين مغناطيسي ممكن على المخ، في اشعات، في رسم مخ اللي هو اللونج تيرم ده اللي هو يعني بيقعد ساعتين مثلا. الوسائل التشخيصيه في الصرع ما هياش يعني وسيله مؤكده للتشخيص برضو، يعني ما زال برضو هناك هامش، يعني حضرتك بنهرب. بتاكد ان مهما كان في اشاعات او تحاليل، بس الاهم الهيستوري، بالظبط كده، الخاص بالشخص ده. يعني رسم المخ مثلا، على عكس ما الناس تتخيل، رسم المخ السليم مش معناه ان المريض سليم ما عندوش صرع، ولا رسم المخ اللي فيه كهرباء زياده مش معناه ان المريض ده عنده صرع، لا. يعني في ايرور، في جزء هامشي كده بيطلع فيه رسم المخ. معنى ان انا عندي صرع يبقى انا عندي كهرباء زياده، ولا في ناس عندها صرع مش لازم يكون مصاحبه الكهرباء زياده؟ لا، هو الصرع ده الاسم، العنوان الكبير للكهرباء زياده. للكهرباء زياده. ولكن ما فيش الكلمه دي، لان انا سمعتها كتير قوي. لا، هي كلمه دارجه. هو عندها صرع بس لا هي ما عندهاش كهرباء زياده. لا، هي زيادة. اسمه ايبيليبسي، هو صرع معروف ايبيليبسي، لكن كلمه كهرباء زياده، كهرباء مش مظبوطه، دي بتبقى اسلوب ادبي في التناول مع المرضى عشان نراعي نفسيتهم يعني.